بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وموالاه واتباعه بإحسان يوم الدين. معكم أخوكم محمد العجوري من الفريق العلمي للنادي الطبي في شرح المحاضرة الثانية اللي هو نهاية الانترودكشن تاع الهيستولوجي. طيب الآن رح نشرح، احنا أخذنا المحاضرة السابقة أو المرة السابقة أخذنا شغلتين. أخذنا الأولى إنه أنت شو الهيستولوجي بشكل عام، حكينا وكيف احنا بنحضر التشو عشان ندرسه في الهيستولوجي، وشو بنستخدم ادوات. احنا بنستخدم ادوات الميكروسكوب، لايت ميكروسكوب، الكترون ميكروسكوب، وهيك شغلات يعني غالي اللي بنستخدمها. لكن في عندنا امور متقدمه، امور متطوره جدا لاكتشاف بعض الامور، بعض الديتيلز في التشو اللي بنستخدمها، بسموه الاذر ميثود اوف ذا ستدي، شغلات اخرى يعني شغل احنا طرق اخرى في الدراسه، يعني بتنطبق على شغلات محدده ومعينه وامثله معينه. يعني ما فهمك كيف الآن أنا يا إخواني، لو جبت أنا تيشو محدد مثلا، هون في التيشو هذا في النسيج في جلاند، في غدة، يعني خلايا غددية بسموها، يعني خلايا غدة، بتكون غدة. الغدة أنا كيف بدي أكتشف الموقع الغدة اللي بتنتج فيه، موقع الغدة اللي بتنتج فيه. يعني لو هاي الغدة بتنتج مثلا سلايفا، لعاب، سلايفا معناها اللعاب، سلايفا لعاب، وهذا اللعاب بيكون دائما في مادة اسمها الفيوكوز. الفيوكوز هو سكر، كربوهيدرات، كارب، اسمه الفيوكوز، بيطلع مع اللعاب. فقالوا إذا بدي أعرف مكان التصنيع اللي بيكون في الغدة هاي مثلا أو في التشو هذا، فلازم أجيب إشي يكشف الفيوكوز. فإذا كشفت الفيوكوز بتعرف مكان التصنيع، فهمت علي؟ هاي الفكرة كيف. فقالوا في عنا طريقة هون اسمها الايتو راديوغرافي، انه انا بجي افهمك كيف الطريقة بدها تكون. الان افهمك كيف طريقة الايتو راديوغرافي، بعدين بنقرأ السلايد وبتفهم شو قصدي. الايتو راديوغرافي بجيب السامبل، العينة اللي فيها تيشو، تمام، بيكون فيها تيشو، هذا نسيج. طيب بجيب النسيج الذي أمامك الآن وبضع عليه إشي اسمه الايزوتوبس. ايزوتوبس نظائر، يعني الهيدروجين يكون واحد واحد، نظيره مثلا الهيدروجين ثلاث، أو الهيدروجين ثلاث بيكون زي هيك، نظائر، اسمها نظائر. هاي نظائر، يعني في عندك أنت الـ O2 1، في الـ O2 2، هيك يعني بسموها ايزوتوبس. هي بتكون نفس العدد الذري ولكن مختلفة بالعدد الكتلي، هذا أتوقع أخذته في الأورجانيك كيمستري، نفس العدد الذري ومختلفة بالعدد الكتلي. آيزوتوبس نظائر الهيدروجين مثل الـ H3، هذا نظير للهيدروجين. شو بسوي؟ بضعه على التيشو، مثلا السيليفري جلاند اللي هو الغدة اللعابية، تيشو في الغدة اللعابية، بدي اكتشف وين المكان بتصنع فيه اللعاب على سبيل المثال. فحطيت ال H3 بسموه تريتيوم، حطيت التريتيوم على التيشو قدامك، فتغطى التيشو بالتريتيوم الازرق، نفرض انه لون التريتيوم هو الازرق، حطيته على النسيج. وشو بسوي على السريع؟ ايش بعمل؟ بروح بغض الان، بعد ما حطيت التريتيوم على النسيج، من خصائص ال H3 انه بيعمل او يتفاعل مع الفيوكوز على سبيل المثال، بيتفاعل مع السكر هذا وبيخليه مشع. يعني هسه العينه هون فيها فيوكوز، ولا جزء من العينه بتاثر الى المنطقه اللي فيها فيوكوز، يعني بتتفاعل مع هذا الاتش 3، هذا الازرق الاتش 3، فالازرق رح يتفاعل مع الفيوكوز في داخل السامبل الحمراء هاي، وحيخليه مشع. يعني مش كل السامبل حتصير مشعة، بعض المناطق حيطلع منها إشعاع، فبطلع إشعاع، هذا الإشعاع هيو، هذا إشعاع، إشعاع بطلع من الفيوكوز، بطلع الإشعاع، بكونوا هم أحاطوا العينة بهذا السكني اسمه السيلفر برومايد. سيلفر بيكون غطاء محيط في السامبل بالعينة اسمه السيلفر برومايد، اللي هو بيكون فضة وبرومايد مع بعض. من خصائص، انتبه علي، من خصائص الفضة السيلفر،
أنه يتفاعل مع الإشعاع، يتفاعل مع الإشعاع ويختزل ويترسب. يعني الإشعاع اللي ارتطم بالمنطقة، إشعاع طلع من المنطقة هاي حيرتطم بالمنطقة هاي من السيلفر، حيترسب على نفس المنطقة، حيرجع راح يسقط السيلفر على نفس المنطقة. فبنلاحظ إنه صار في هون سيلفر، طلع من المنطقة هاي حينزل سيلفر على المنطقة هاي، طلع من المنطقة هاي إشعاع حينزل على السيلفر المنطقة هاي، طلع من هاي راح ينزل سيلفر، طلع سيلفر. وطبعا احنا بنكون هذا كله حاطينه ببوكس أسود، بوكس أسود، بلاك بوكس. ليش البلاك بوكس أنا حطيته فيه؟ عشان أعزله عن الانفايرومنت، عشان أمنع من تسرب الإشعاع. مو إذا اخترق، إذا هاي راحت الطبقة من هون حيترسب جزء منها، فممكن إشعاع يطلع منها، فهيك بعطينيش نتائج دقيقة. فأنا لازم أحطه كلهم في صندوق أسود بلاك بوكس، هذا البلاك بوكس بيعزله عن البيئة اللي حواليها. بعدين أنا إيش شو بسوي؟ باخذ العينة، هاي العينة يكون عليها الايزوتوبس، H3، وبكون عليها بعض مناطقها فضة سقطت من الغشاء اللي حواليها، كان اللي حطيناه فضة 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 فضة. بروح بحطه انا تحت اللايت مايكروسكوب على سبيل المثال. فهل الضوء، احنا قلنا في اللايت مايكروسكوب لازم عشان نصور التشو لازم كل الضوء يخترق السامبل العينة، وباخذ هذا الضوء بطلع الايمج الصورة. لكن هل الفضة يخترق الضوء؟ لا. فما دام اخترقوش الضوء فهتطلع معك صورة العينة كالتالي، هيك عينة هتطلع معك كل المناطق مثلا، والمناطق اللي ما قدر يخترقها الضوء مش حتبين معك، اللي هي كانت اصلا فضة، فتطلع معك باللون الاسود. شو هتطلع معك؟ باللون الاسود. هتلاقي عندك بقع سودة صارت، لان الضوء اثناء الميكروسكوب ما اخترقهاش، هتطلع معك سودة. فهاي البقع السوداء بتعرف انها هون مكان لفيوكوز، هاي مواقع الفيوكوز، يعني هون مواقع الفيوكوز، يعني هون مواقع تصنيع السلايفا او اللعاب. ان شاء الله تكونوا فهمتوا الفكره كيف. هنرجع للسلايدات هسه بوضح لك اياها كيف. الايتو راديوغرافي موليكيولز مثل الامينو اسيد، الحموض الامينيه، الشوجرز، السكريات، النيوكليوتيدات اللي بتدخل في تركيبات الدي ان اي والار ان اي، ليبلد ويز يعني بنحط عليها بنغطيها براديو اكتيف ايزوتوبس. راديو اكتيف ايزوتوبس مواد يعني نظائر اشعاعيه، ونحط احنا تريتيوم غالبا ال H3 are labeled with leaving tissue prior the preparation. يعني انا بغطي التشو قبل التحضير بالمواد الاشعاعيه زي ال H3. هي مش راح تتفاعل مع كل اجزاء التشو، هتتفاعل مع اجزاء مثل الفيوكوز على سبيل المثال في السليفري جلاند مثلا قبل التحضير prior to preparation. tissue are taken up by the tissue. تمام، يعني انت بتحط على التشو هاي الماده ال H3، تيشو ويل جيف اوف راديشن. قلت لك انا التيشو حيطلع منه راديشن بعد ما حطيت الاتش 3. الراديشن مصدره تفاعل الايزوتوبس اللي حطيته مع الفيوكوز مثلا في السيلفر جلاند. ذا سلايد از كفرد باي ان ايمولشن كونتيننج سيلفر برومايد. ايمولشن طبقه، ايمولشن طبقه، هاي الايمولشن ايمليوجن او ايمولشن بتكون سيلفر برومايد تو ديكت ذا راديشن، تكتشف الاشعاع. قلنا كيف هاي الطبقة بتكتشف الإشعاع؟ إنه الإشعاع بتفاعل مع السيلفر برومايد وبرسب السيلفر، بيختزل السيلفر بسبب الإشعاع، بترسب لتحت، وبعد ما يترسب لتحت بيكتشف الإشعاع عن طريق الطريقة هاي مثلا، عن طريق الحكي هذا ديتكت راديشن. فطبقة السيلفر برومايد الهدف منها قلت لك إنه الإشعاع برتطم فيها وبتفاعل معها، فهي بدها تعمل ديتكت للراديشن. The slide is developed in a dark box. قلت لك أنا تطوير السلايد هاب، السلايد او العينه انا بسويه بالدارك بوكس عشان اعزله عن الانفايرومنت. And the areas of the tissue containing the radioactive molecule اللي بتم المواد الراديو اكتيف مولكيول. هسه انت حطيت راديو اكتيف ايزوتوبس، قلت لك الراديو اكتيف ايزوتوبس بتفاعلش في التيشو كله،
الا مع الفيوكوز تيشو السليفر جلاند بتفعش. ففي بصير عندي راديو اكتيف مولكيول ابير از ا بلاك دوتس. بعد ما حطيته في اللايت مايكروسكوب ظهرت هاي الراديو اكتيف مولكيولز في نقط سوداء، فبعرف انه هاي المناطق فيها صار هاي بلاك دوتس صار تصنيع فيها فيوكوز، وهذا الفيوكوز بعرف انه بدخل في تصنيع السلايفا اللعاب، بعرف انه هاي مناطق تصنيع اللعاب، هون في تصنيع اللعاب، هون في تصنيع اللعاب، هون في تصنيع اللعاب، هون في تصنيع اللعاب. فهمتوا كيف الفكره علي؟ ان شاء الله انها تكون واضحه. الميوكاس سيلفر جلاند هنا الغده اللعابيه سيلفر جلاند انجكتد وذ راديو اكتيف فيوكوز، تمام. انا حطيت عليها الاتش 3 مثلا، نتج عندي الراديو اكتيف فيوكوز which was used to synthesis of the saliva، استخدموا في صناعة السلايفا. The black dots indicate the site of synthesis. هاي البلاك دوتس اللي هو النقط السوداء بتدل على مكان صناعة السلايفا. تمام؟ تمام. اللي بعده. سهل. الآن في عندي الهيستوكيمستري، الهيستوكيمستري. الهيستوكيمستري إخوان إحنا معروف، إحنا معروف عندنا. بدي اعطيك مقدمة بسيطة عشان تفهم الهيستوكيمستري، والله كل اللي بحكيه زيادة هذا وترى ملوش ميت يعني كثير داعي كثير، بس انا بدي اياك تفهم عشان تسهل على حالك الحفظ، تطلع من المحاضرة فاهم وحافظ مع بعض. هسا اي تفاعل A زائد B بعطيك C بحتاج انزيم، صح؟ هذا انتم اخذتوه بالتوجيه، بتعرفوه، اي تفاعل بحتاج انزيمات عشان يسرع التفاعل، تسريع التفاعل. واحيانا العلماء بيجيبوا تشو معين بدهم يدرسوا الانزيم اللي جوا التشو، مش في اي خلايا فيها تفاعلات كيميائيه فيها انزيمات تسرع التفاعلات الكيميائيه وهكذا، صح؟ صح. هاي كمقدمه. الان انا اي تفاعل في الجسم الله خلقه، اي تفاعل، هاي قاعده لا تنسى، لن تنسى. اي تفاعل البرودكت تبعه A زائد B بعطيك C، هذا البرودكت، صح؟ البرودكت في الجسم يذوب في الماء، يعني يذوب في الماء او في الدم، يعني بالماء هو الدم اغلبه مي فبذوب في المي، يعني بذوب في السيتوسول بذوب، يعني ما بقدر اشوفه، ما بقدر اشوفه، ما بقدر اشوفه. على سبيل المثال انا بدي افهمك، بدي اقرب لك الصوره. لو جبت لك انا كاسه مي، مي حطيت فيها سكر وخلطت السكر بالمي، هل تقدر تشوفه؟ لا. والتفاعلات الكيميائية اللي بتصير في جسمك بتذوب في الدم وما بتقدر تشوفها، هذا الواقع. ف chemical reaction التفاعلات الكيميائية occur throughout the body التي تحدث في الجسم، this reaction produce soluble يعني ذائبة thus ولذلك invisible substance مواد ذائبة وغير مرئية ما بنقدر نشوفها. التفاعلات اللي بحفزها الانزيمات هاي اغلبها ما بتنتج مواد ما بنشوفها، مواد invisible substance غير مرئية وذائبة في الدم او في الماء، يعني جزء الماء في الجسم. في الهيستوكيمستري، في الهيستوكيمستري بيجيبوا شيء ماركرز، ماركرز مواد، مواد معينة are added to the tissue، منضيفها للنسيج. افرض هذا نسيج، عندي نسيج وبدي اكتشف نشاط انزيم فيه، يعني بدي اشوف انه هذا الانزيم بينتج كثير بينتج قليل، طب هو نواجه انا بقدرش اشوفها، فانا بدي اجيب مواد احطها على النسيج تمنع المنتج يذوب، فإذا منعه يذوب صارت أقدر أشوفه وأعرف الكميات اللي بنتجها الإنزيم. Are added to the tissue that will convert reaction، بتخلي التفاعل reaction product بتحول نواتج التفاعل لا into insoluble يعني غير مذابة ونتيجة لذلك visible substance that can be detected. يعني أنا بتصير، طب شو الهدف؟ أنا مثلا عندي renal tubules فيها انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز، الكالاين فوسفاتيز، جبت الرينير تيوبولز، الرينير تيوبولز معناها الانابيب الموجوده في الكليه، الانابيب الكلويه فيها الكالاين فوسفاتيز، انزيم اسمه الكالاين فوسفاتيز، اي شيء ينتهي بايز
هذا انزيم. الكالاين فوسفاتيز بيحول A زائد B بعطيك C. فالسي اللي بينتجه ما بقدر اشوفه لانه بذوب وغير مرئي. فانا كيف بدي اعرف نشاطه الالكالاين فوسفاتيز؟ قالوا بنحط عليه ماده، بنحط ماده بسموها الماركرز، هاي الماده بتخلي نواجه مرئيه يعني ما بتذوب، وبالذلك انا بقدر اشوفها. فبعرف من كميه هاي النواتج اذا نشاطه كبير ولا قليل. انا بدي اعرف نشاطه اذا في عندي هاي الكالاين فوسفاتيز اكتيفيتي، نشاط كبير له. فهاي المناطق اضفت ماركر على الرينال تيوبيوز، طلعت مناطق السوداء هاي. هاي المناطق السوداء بتدل على نواتج الالكالاين فوسفاتيز. اذا كانت كثير 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 النواتج بعرف انه في عندي هاي الكالاين فوسفاتيز اكتيفيتي، يعني عندي نشاط كبير للالكالاين فوسفاتيز. هاي اسمها الهيستوكيمستري. طيب تطبيق اسمه الامينيو سايتوكيمستري. الامينيو سايتوكيمستري كيف الفكرة؟ إخوان أنا في عندي معلومة، أي خلية سرطانية بيطلع لها إشي اسمه ورم أو تيومر، بسموه تيومر. تيومر معناها ورم، ورم سرطاني. الورم هذا بيطلع منه مواد، هاي المواد مميزة. يعني لو أنا أكتشف هاي المواد بعرف إنه هاي خلية سرطانية، تمام. طب أنا هاي المواد اللي بتطلع، الورم يا إخوان يعتبر، الخلية السرطانية تعتبر منفصلة عن الجسم، يعني الجهاز المناعي هيحاول يحاربها، لكن لو كانت الخلية السرطانية هي قوية جدا، الجهاز المناعي ما بيقدر لها، طب أنا كيف لو بدي أخذ عينة أكتشف إنه هي خلية سرطانية؟ تشو، أخذت عينة تشو، بدك تحط مواد، إيش؟ إشي بدل اسمه الأنتي بادي، بحط الأنتي بادي على الخلية السرطانية اللي أنا شاك إنها خلية سرطانية. الانتي بادي هاب اكيد حيتفاعل مع المواد اللي بتنتجها الخليه السرطانيه. والانتي بادي بلونه، يعني بحط عليه اشعاع، بلونه وبدخله على النسيج. اذا تفاعل الانتي بادي، تفاعل وظهر اشعاع عندي، بعرف انه هاي خليه سرطانيه، لانه اكتشف ماده غريبة في التشو، مادة بتدل من خلية سرطانية. طب إذا الأنتي بادي ما تفاعل، مش حيظهر لون عندي ولا حيتفاعل، فبضله خامل. إذا ما في خلايا سرطانية، يعني ما في مواد يتفاعل معها أصلا. فهاي الفكرة من، فبجيب تاجد أنتي بادي. شو معنى تاجد أنتي بادي؟ يعني أنتي بادي بتكون محطوط عليها إشعاع، يعني ملونة خلينا نحكي، بحيث إذا تفاعلت تتلون، الإشعاع بطلع منها. tagged antibody بسموها، specific معين against a certain part of tissue are used، بيكون ضد أجزاء من النسيج هذا، ضد الجزء السرطاني أكيد. يعني a certain against a certain part of a tissue are used tissue this هاي الانتيبادي bend to the tissue causing staining، بتخليه ملون. على سبيل المثال في عندي سرطان اسمه الادينوكارسينوما. عيدك المصطلح، الادينوكارسينوما في الامعاء، بيكون سرطان في الامعاء، السرطان اللي في الامعاء شو بده، كيف بده يكتشفوه العلماء؟ اخذ عينه نسيج من سرطان الامعاء، شاك انه في سرطان في الامعاء، اخذ عينه نسيج، بروح بضيف عليه انتي بادي، بسموه بيكون تاجد انتي بادي، يعني عليه ماده مشعه، بحيث اذا تفاعل بتشع هالماده بتنطلق، وبحطوه على على النسيج. اذا الانتي بادي تفاعل حيتلون منطقه بلون البني، ستيند براون، كانسر سيلز الخلايا السرطانيه حتتلون باللون البني. فاذا لقيت مثل هذا اللون البني بعرف انه هاي المنطقه فيها خلايا سرطانيه،
طب اذا ما لقيت شلون بني في النسيج كله؟ بعرف انه الزلمه ما معه سرطان، بقول له انت ما معك ادينو كارسينوما، لكن اذا لقيت اللون البني، اذا تفاعل الانتي بادي مع خلايا سرطانيه، بما انه تفاعل مع خلايا سرطانيه اعطاك لون بني، بعرف ان المنطقه فيها سرطان، خلايا سرطانيه بسموها الادينو كارسينوما. و بحط انتي بادي اجينست سبيسيفيك سبستانس برودوسد باي ذا تيومر. تيومر معناه الورم، ورم او خليه سرطانيه، يعني تجمع خلايا سرطانيه. تيومر معناه تجمع خلايا سرطانيه. طيب الان في عندنا انا بروبلمز وذ تيشو بريبريشن، في عندي انا بعض المشاكل اثناء تحضير النسيج. يعني انا في عالم هيستولوجي كبير بيقول لك انه خلال فتره التجارب، هذا قديم العالم، خلال فتره التجارب البدائيه سوى 5000 نسيج، يعني اشتغل على 5000 عينه، بيقول لك انه 1500 نجحت معه، وعد لك 3500 كب عزباله، 3500 كب عزبالة لأنهم ما زبطن. فلخص هذا العالم أسباب أو المشاكل اللي بتعاني اللي بيعانيها العالم أثناء تصنيع النسيج. فقال أول شغل الارتيفاكتس مشاكل معينة مثل the precipitation of the stains. يعني مثلا وانت بتحط الستينز على منطقة معينة، خربطت مثلا، زدت كمية الستينز، يعني انت حطيت ستينز كمية يعني بصراحة بتلون بزيادة، فانت لازم تلتزم بمعايير معينة، فأي غلطة في المعايير ممكن انها تفشل العملية كلها. فالبريسيبيتيشن تساقط الستينز بزيادة، يعني البريكج ان ذا تيشو، ممكن النسيج نفسه يتحطم يخرب بسرعة ممكن، وهكذا. اند شرينكينج اوف تيشو، احيانا النسيج نفسه بينقبض على بعضه، بشد على بعضه، فهذا الشرينكينج بروديوسينج ارتفيشال سبيس، بتلاحظ انه بس يشد على بعضه بينتج في السبيسيمن فراغات مش حقيقية، لأنه لو هذا ارتخى ريلاكسيشن برد بيمل الفراغات، فبيعمل artificial space. artificial معناه صناعي، فبيعمل فراغات وهمية بسبب shrinking. سبب shrinking معناه إنه تنكمش. shrinking of tissue انكماش النسيج، shrinking of tissue انكماش النسيج. فهذه ثلاث مشاكل. الثانية differential staining. شو معنى differential staining؟ مثلا هل يعني بس يجي العالم يفحص تيشو معين، بضطر يحط بجوز 10 صبغات، بضطر يحط 10 صبغات عشان كل صبغة تتفاعل مع مادة معينة. طب هل السؤال، فينا سؤال، هل توجد صبغة بتلون أكثر من لون في النسيج نفسه؟ لا. فهذا الشيء بصعب الشغل، بخليك انك تشتغل بدقة أكثر وبصعوبة أكثر وبحذر أكثر، انه انت عندك different staining لا تيشو معين. ف it is not feasible، it is يعني من ليس من يعني صعب الموضوع to differentially stain. يعني بصراحة إشي صعب إنه يكون عندك أنت differentially stain different part of the cells، عندك أنت صبغات مختلفة لأماكن مختلفة or tissue using a single dye. يعني بصراحة صعب إنك تلاقي أنت من الصعب التعامل مع موضوع ال different stain a different part of the cells، او انه يكون وصعب انك تلاقي سنجل داي للتيشو كله. ف therefore نتيجة لذلك several dyes، انت هتستخدم كثير صبغات و different methodologies، هتستخدم صبغات مختلفة، والمعروف methodologies طرق، فانت مدام عندك صبغات مختلفة هتتعامل معها بطرق مختلفة might be used. الان كمان موضوع طلمحهم ال 3D وال 2D، 3D و 2D. مثلا لو انت عندك تصور شيء بنسيج شكله كروي، تخيل لو اخذته 2D image، 2D image، 2D image حيطلع معك شكله دائرة، حيطلع معك شكله دائرة، صح؟ فهذا الشيء مش دقيق. فانت عشان يطلع معك الموضوع دقيق، فانت شو بدك تسوي؟ بدك تاخذ، طلع علي، سكشن من فوق وسكشن من هون وسكشن من الخلف وسكشن من هون وسكشن من هون وسكشن من هون، بدك تاخذ كثير سكشن عشان تستنتج انه هذا الشكل كروي. تخيل قديش بدك تعين، كم بدك تاخذ اجزاء من هذا الشكل عشان تكتشف انه كروي.
تخيل من النسيج بدك تاخذ، ترى انت بس تيجي تحضر نسيج واحد يكون له 3 دي ستراكشر، اذا كان له شكل ثلاثي الابعاد، نسيج له شكل ثلاثي الابعاد لازم تضطر تاخذ كثير، تقطعه لسلايز زي ما قلنا، تعمل له سكشننج لسلايز كثير، والسلايز كلها تصور عشان تكتشف انه هذا شكله كروي. فهمت علي؟ زي هذا الشكل، هذا 3 دي ستراكشر، طلع مبين هذا زي البالون، هذا زي هيك، لكن لو طلعنا على الصورة تحس هاي دائرة، تحس هاي عبارة عن خط هيك، لكن بالواقع هو مش هيك. طب أنا كيف بدي أعرف؟ لازم تاخذ سكشن، طلع أخذ سكشن من هون، سكشن هيك، سكشن هيك، سكشن هيك، سكشن هيك، سكشن من هون، سكشن من هون، جمعهم مع بعض عرف إنه شكله هذا زي هيك، عرف إنه هذا شكله كرة مع أنبوب. فهمت علي؟ هاي الفكرة كثير مهمة، لأنك بدك تاخذ سكشن كثير عشان تكتشف انه هذا الشكل 3D. A section will give us 2D image of a 3D object. يعني أنت يعني السكشن الواحد، لو أخذت سكشن هيعطيك 2D image، يعني صورة 2D على الرغم من أنه هو 3D. على سبيل المثال A sphere appears، المظهر الكروي، as a circle and tube، بيكون هو دائري ومجوف، circle دائري and tube ومجوف. my appear as a ring، لو تصوره بطلع، لو بتاخذ سكشن واحد بتطلع زي الحلقه، شكله زي الحلقه. الان different planes، الان of section sectioning will give the same object different appearance in the section. يعني انا بضطر اخذ من planes، معناها اتجاه، يعني مخطط، او فانت different planes من اماكن بالمخطط مختلفة of sectioning، انت تاخذ section من اماكن مختلفة من اتجاهات مختلفة، section هون، section هيك، section هيك، section هيك، will give the same object different appearance in the section. طلع علي السكشن، انت لو اخذت سكشن من اتجاهات مختلفة وجمعتهم مع بعض هيعطيك نفس ال 3D object، جمعتهم على بعض يعني تستنتج. It is necessary to create section in different planes to get a true shape of the object. انت من الضروري انك تاخذ عينات section، عينات او قطع معينة، قطعة قطعة، تاخذ قطع السكشن يا اخوان عشان تفهموا علي. السكشن هذا السكشن، انه انت عندك هذا الشكل الكروي مثلا، تاخذ سكشن من هون، تقطع من هون، تقطع من هون، تقطع بالعرض، هذا سمو سكشن. فانت من الضروري انت بس تيجي تدرس التشوه تاخذ اكثر من سكشن من ديفرنت بليز، من اماكن مختلفه، عشان ايش؟ يطلع معك الشكل الحقيقي للشيء، عشان الصوره تجمعهم مع بعض وتكتشف الشكل الحقيقي للشيء. طيب نيجي على الاتوميك، الاتوميك فورس مايكروسكوب. عندنا مايكروسكوب اسمه الاتوميك فورس مايكروسكوب، اتوميك فورس مايكروسكوب. شو قصه الاتوميك فورس مايكروسكوب، او شو هو الاتوميك، مبدا الاتوميك فورس مايكروسكوب؟ انا بدي افهمك، ما بديش تقرا لي هون، بدي اياك تفهم لي هاي الرسمه. هذا هو الاتوميك فورس مايكروسكوب. الاتوميك فورس مايكروسكوب نبدا بالجزء الاول، هذا هذا يا اخوان بسموه مساح، له اسم ثاني بروب، بروب الساقط الذي يسقط، يعني هاي العينه، هاي السامبل، هاي العينه، هاي العينه، جبت عينة النسيج بالبداية، حطيت عينة النسيج، هذا اسمه البروب، هذا 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 كله 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 هذا كله اسمه البروب، البروب، البروب فيه زي هاي هيك، هاي شكلها زي هيك، زي القزازة هاي هيك، بسموها الكانتيليفر، اللي بس بتسهل عليه تحريكها، بتسهل على تحريك البروب، اسمه الكانتيليفر، هاي اسمه الكانتيليفر. وشفت هاي النقطة الصغيرة تحت، هذا اسمه، اسمه التب، زي القلم يعني، تب او البروز. فالبروب بتكون من كانتي ليفر وتب، بجيب العينه السامبل، هاي العينه شو بسوي انا؟ طلع كيف مبدا شغله، بنزل الكانتي ليفر، بنزل الكانتي ليفر، ترى البروب هذا شايفه بيكون صغير كثير، بيكون صغير كثير، يعني
يعني هذا الجهاز، عشان هيك انا مستخدم الجهاز كامل، لانه هو صغير بتحكم فيه شغلات دقيقه. هذا الروبوت بتفكره كبير؟ لا، هو صغير، صغير كثير، بس احنا بنكبر لك الصوره عشان تفهم كيف مبدا عمله. فبجيب الكانتيليفر والتب، فبقرب التب من السيرفيس اوف ذا سامبل لدرجه انه المسافه بيناتهم بتكون بالنانومترات، نانومتر. طلع قديش ما اقرب المسافه بين التب وسطح العينه بتكون قريبه. تمام. وبسقط الليزر على الكانتيليفر، بسقط الليزر على الكانتيليفر، وببلش احرك في البروب بمسافات، احركه بمسافات قصيره جدا وبمواقع مختلفه. يعني بحركه هون 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 هون، تالف كل مكان، تالف كل مكان في 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 السيرفيس اوف ذا سامبل. يعني انا بلف على العينه بشكل كامل بالكانتيليفر وبلحق فيه الليزر. الليزر افرض وصل المنطقة هون التب، فالليزر سقط على الكانتيليفر، حينعكس على هاب سموه الفوتو دايود. الفوتو دايود هو مكتشف موقع، بيكتشف وين راح الكانتيليفر، فبينعكس وبيعين على المنطقة هاي. فعلى سبيل المثال لو كان الكانتيليفر هون، حيجي على الليزر حينعكس على المنطقة هاي. لو كان الكانتيليفر هون، هينعكس على المنطقة هاي، تعطيك الصورة هاي اللي قبالك. فبوصف لك السامبل بمخطط، بوصف لك العينة، شكل العينة بتخطيط الليزري، بسموه الفوتو دايود. المكتشف الليزر اللي بينعكس عليه الليزر اسمه الفوتو دايود. فهمنا كيف الفكرة؟ فهمنا كيف الفكرة. فآخر شيء غالبا اكتشف العينة عن طريق الكمبيوتر. الآن in this type of the microscopes، في هذا النوع من الميكروسكوبات، the surface of the specimen، يعني سطح العينة، specimen العينة، سطح العينة is scanned، بمسح، يعني بتم مسحه by nano-sized probe. بستخدم البروب، هذا هو البروب، هذا كامل عشان أعيدك الشرح، يلا هذا كامل اسمه البروب، by nano-sized probe. تمام، nano-sized probe، حجمه بالنانونات، بروب very at a very short distance a few nanometers، يعني بيكون بعد هذا البروب عن السامبل العينة، ترى قديش بيكون بعده بالمنطقة هاي، المسافة بيناتهم بتكون بالنانومترات، بتكون بالنانومترات حرفيا بالنانومترات. طيب at such distance، وفي هذه المسافة the surface and the surface، سطح العينة والبروب interact with each manually through van der Waals force، من خلال قوة van der Waal الضعيفة، من خلال يتفاعل البروب مع السيرفس من خلال قوة van der Waal، لأنه ما في تلامس حرفي، في بعد بيناتهم صغير نانومترات. هذا البعد من خلاله بيصير تفاعل بين البروب والهذاك عن طريق van der Waals force. فان دير وال فورس انه السيرفيس يا اخوان بيكون عليه الكترونات، الالكترونات بتتحرك حركه عشوائيه، فبصير مناطق بالسيرفيس شحنتها موجبه ومناطق شحنتها سالبه. وهذاك كمان بيكون البروب في الكترونات بتتحرك في مناطق موجبه ومناطق سالبه، فهذا تحرك الالكترونات بيخلي زي في تفاعل بقوه فان دير وال، يعني واحد بصير موجب وواحد بصير سالب بسبب حركه الالكترونات. يعني هذا حتفهم شو قصدي، بس تفهم قوه فان دير وال في الاورجانيك كيمستري. The probe consists of a spring cantilever. بتكون البروب زي ما قلت لك من الكانتيليفر والتب، تب التحت والكانتيليفر الملقط. As the tip move over the specimen، قلت لك التب هو اللي بتحرك على سطح العينة. The cantilever will bend according to counter of the surface. الكانتيليفر will bend according. الكانتيليفر will bend according to the counters of the surface. يعني أفهمك كيف هالفكرة؟ إنه الكانتيليفر هو بتحرك. هل بسألك سؤال، هل السيرفس، هل سطح العينة كله نفس الأطوال؟ لا، في مناطق بتلاقي عليها بروتينات، فبس يجي عنده الكانتيليفر حتلاحظ الكانتيليفر التب ارتفع شوي. طب لو إجى منطقة فيها تجويف حتلاقي التب غرز أكثر شوي، فالكانتيليفر نزل كثير. فتمام، فالكانتيليفر حيصير له بند، انثناء، يعني عين ثاني الكانتيليفر. تمام،
the cantilever will bend according to the counter of the service. حسب يعني الكاونتر الموجود على السيرفس الارتفاعات او مثلا زي هيك، فهمت علي؟ يعني والبنت حيظلوا ينثني، يا بيرتفع يا بنزل حسب. فهو ليش بده يعرف التشو له مستويات معينه السيرفس، يعني اطوال معينه، في منطقه فيها حفره، في منطقه فيها بروز وهكذا. هاي المناطق كيف الليزر بيكتشفها؟ عن طريق انه الكانتيليفر بس يوصل عند حفره بتلاحظ الكانتيليفر نزل شوي، نزل بالارتفاع، ارتفاعه نزل. طب لو اجى على منطقه فيها بروتين مثلا رح تلاحظ الكانتيليفر ارتفع شوي، فالليزر بعين الارتفاعات، بيحدد الارتفاعات، فهمت علي؟ انثناء الكانتيليفر بدل انا انه في كاونتر في السيرفيس، يعني انه في يعني اطوال مختلفه. هاي المعنى ان شاء الله تكون وضحت. و ليزر دايركتد ات ذا باك سيرفيس اوف ذا كانتيليفر، هذا يا اخوان الباك سيرفيس اوف ذا كانتيليفر، باك سيرفيس اوف ذا كانتيليفر، فينثني على الباك سيرفيس اوف ذا كانتيليفر. ريفلكتد انتو ا فوتو دايود، حينعكس للفوتو دايود، هذا جهاز الفوتو دايود. ذا بوزيشن اوف ذا ليزر ديبند اون ذا بوزيشن اوف ذا كانتيليفر، قلت لك موقع الليزر بيعتمد على موقع الكانتيليفر. ا كمبيوتر ويل كرييت ايمج، راح ينتج صوره الكمبيوتر. اون ذا سيرفيس بيست اون ذا فارينج بوزيشن اوف ذا ليزر، راح يعتمد على المواقع المختلفه من الليزر. شوف الفوتو دايود الكمبيوتر الكمبيوتر الفوتو دايود اللي بعطي معلومات للكمبيوتر، الفوتو دايود بيعتمد على الليزر والليزر بيعتمد على الكانتيليفر. هاي مهمه، الفوتو دايود بيعتمد على على على, 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 على الليزر، والليزر بيعتمد على البوزيشن اوف ذا كانتيليفر. هاي سهلت عليك حفظ الصفحه، تمام. ذا ايمج راح تكون 3D. ليش 3D؟ لانه قلت لك الكانتيليفر بيراعي الاطوال اللي على السيرفيس، فما دام راعي الاطوال راح تكون 3D ايمج. هتلاحظ انه في اطوال مختلفه. image of the service والresolving power حتكون يعني يعني اي شو معنى الresolving power؟ قلنا يعني اي منطقه A و B المسافه بيناتهم 0.1 نانومتر حتطلع كنقطتين، لكن اقل من هيك حتطلع كنقطه واحده. هذا شرحته في المحاضره السابقه. وهيك بنكون خلصنا ملف الانترودكشن كامل. اتمنى من الله سبحانه وتعالى انكم استفدتوا وفهمتوا المحاضره، محاضره جميله. المقدمه أنا صحيح إني أخرتك في الشرح، بإمكاني أقرأ وأمشي، لكن أنا بتأخر عشان تطلع من المحاضرة فاهم وحافظ مع بعض. ومن رأى هذا واستفاد من هذا الشرح يدعي لي بتوفيق والنجاح إن شاء الله سبحانه وتعالى. دعوتكم هي رأس مالنا، لا بدنا حمدا ولا شكورا، بدنا الدعوة بس ويخلف عليكم. السلام عليكم، كان معكم محمد عجول في غير علمي.